مرحبا، لا تعطيكم العافية صبايا. أنا اخترت هالمرة إني أكمل الفيديو الماضي على هذا الملف، مش على الملف هذاك، عشان تشوفوا كل إشي كيف راح أشتغله. طبعا هذا الملف إذا ذاكرينه هو ملف فلور اللي موجود، حملت لكم إياه إذا بتذكروا على المحاضرة من المحاضرات على إدخال مشروعي على مشروع، وشرحت لكم عنه وأعطيتكم اللينك تبعه، وبتمنى الكل يكون نزله. ملف فلور هو ملف جاهز زي ما سبق وحكيت وشرحت بالفيديو، بقلبه عدة إضاءات، بقلبه الكاميرا جاهزة، بقلبه هدول كمان خلفيات، بقلبه بورداي اللي بحب يستخدمها، بقلبه إضاءة بلان جاهزة، بقلبه كل شيء جاهز، حتى الإعدادات جاهزة، يعني فيك تعمل عليه رندر. أنا شرحت عليه كتير هذا الملف، يا ريت ترجع للفيديو اللي شرحت عليه عشان تعرف كيف تستخدمه. أنا هلا حاكي حاليا حكمل شرح أو حشرح عن موضوع الإضاءة. طبعا زي ما سبق وشرحت لكم، هاي الكاميرا الموجودة اللي استخدمناها، هاي عندي البلان اللي نستخدمه. هلا راح تعرفوا ليش بلانين انا حاطه ورا بعض، وبالاحرى كمان انا شرحته هذا كله الحكي بالفيديو. عندي هون كمان هذا اللي هو الاي اي اس، اضاءه الاي اي اس انا مركبها. طبعا لما بعد تكبر لما بقرب تصغر، هذا ميز الاضاءه عشان تشوف وينها. طبعا اضاءه الاي اي اس انا هون مركبها على سبوت. اضاءه الاي اي اس بنستخدمها عاده في الاباجورات، في السبوتات، في التيبل لام، عشان نوجهها، يعني هي إضاءة موجهة زي الكشافات بنقدر نستخدمها. كيف بنطلعها؟ زي ما حكينا، بنروح هون على لايت، بنروح على فيري، هي إضاءة الاي اي اس. مجرد ما نحط إضاءة الاي اي اس هي موجهها وين بدي. طبعا هي مش ماخذة هذا الشكل لأنه أنا مش معطيها شكل، كيف بدي أعطيها شكل وكيف بدي أتحكم فيها. طبعا هي إضاءة الاي اي اس، وهي نوعها زي ما حكينا هون كلر. بس أنا في إضاءات اي اي اس صارت جاهزة، يعني ما عليك لتحط الإضاءة، وبكل بساطة تروح على نان هون وتروح أنت وين منزل أي إس. أنا رح أرفق لكم ملف أي إس موجود، هي أنا هون حاطه على ماكس أي إس لايت. هي إضاءة هذا الملف موجود على النت فيكم تسحبوه. طبعا خليني أفتح أفرجيكم إياه من هون مرة تانية. هي تبدي ماكس أي إس لايت، طبعا بيجي معاه خريطة. هي طبعا هي رقم واحد، هي شكله رقم 2، هي شكله رقم 3 الى اخره، هي لغايه 30، هي اشكالهم. في اضاءات كتير اي اس موجوده على النت فيكم تستخدموها. هلا انا ممكن اجي اختار اي واحد فيهم، خلينا نقول نختار رقم 8. ممكن هي رقم 8، مجرد ما اخترت رقم 8 لاحظتوا كيف اختلف شكله؟ كان هيك صار. هاي مره ثانيه خلينا نرجع هون اي اس، اخترت، هي بدي اختار رقم 11، اختلف شكله، ملاحظين؟ هلا بكل بساطه حتى اعداداته اختلفت، يعني حتى الاعدادات هون تغيرت. ممكن بكل بساطه انا باجي بحطه تحت السبوت زي ما انا حاطط هون، او تحت الكشاف بحطه، بثبته بموقعه وبوجه وين بدي. هيك وقت الاجاب، هيك وقت الشغل راح يعطيني ويضوي لي وين بده. هلا اذا حسيت انه ضغط الاي اس قويه، يعني عاده ممكن مش مناسبه لمشروعك قوتها، فبكل بساطه انا بظبط قوتها. ممكن اجي هون هي انتنسيتي تايب، انتنسيتي فاليو، intensity value قوتها، ممكن اجي اعطيها 100، ممكن ازيدها اضعفها حسب انت شو بدك في المشروع تبعك. طيب خلينا نركبها هلا على مشروع نشوف كيف. انا عندي كمان اضاءة الشمس، اضاءة الفيريسون، برضو بنروح هون على فيريسون بنحط الفيريسون تبعتي. بقول لي هون رسالة بدك تستخدم السكاي تبع الانفيرومنت تبع الفيري، اما بقول له اه او بقول له لا. شو الانفيرومنت؟ بصير يعطيني الجو المحيط كانه جو، خلينا نقول سما، سما صافي ما فيها غيوم ما فيها شيء، بس التدرج من الابيض للازرق او بشكل خفيف. طبعا ممكن اقول له اوكي، ممكن اقول له لا. انا بدي اقول له لا، ما بدي اياها. طبعا هي اضاءه الفيري، هي اضاءه الشمس. عندنا هون اللي هو اللون الصفار الاوزون، عندنا كمان مقدار تشبع الشمس، عندنا هون قوتها انتنسيتي ملتي بلاير. هلا في بعض الاضاءات ممكن تلاقوا انتنسيتي وممكن تلاقوا بس ملتي بلاير، وممكن تلاقوا انتنسيتي ملتي بلاير، هذه قوتها. طبعا هي ممكن انا ازيدها كمان، قرص الشمس حجمه اصغره ما في مشكله. طبعا لو بعمل انيبل بطفيها، هي هيك انا شغلت، هي صح شغاله هون. انفيزبل خفيه بعملها. بشكل عام هيك انا حكيت عليهم. هلا لو جينا شفنا اضاءة الشمس، انا اعطيتكم اياها، كبسنا رقم واحد فيها، شايفين هي اعداداتها معيرة، ممكن اصغر، هي انا عامل قوتها بوينت واحد. الاوزون هون او التريبتي انا عامله 3، بتمنى ترجعوا للي انا نزلتكم اياه على النظر حتشوفوا شو فرقهم. طيب خلينا ناخذ هذا الملف ونركبه على غرفة انا بدي اعملها. بدي اروح اعمل غرفة بسيطة، هي ريكتانجل،
بدي اجي اعمل هيك غرفة هون مربع بغض النظر شكله، بس رقم واحد. بدي ممكن اصغره شوي وانسوا الارقام هاي. اوكي هلا بدي احوله لاس بي لاين عشان اعطيه جدار 3. بدي اقول له هون 100، لا كتير 100، خلينا نقول 50 هيعمل جدار. هبدي اعمل له اكسترود، قلت له اكسترود، تقول له ارتفاعه لا خلينا نزيده اكتر. انا بشتغل بشكل عشوائي هلا، ارقام مش واضحة 100%. هاي عندي غرفة بدي افتح فيها شباك، انا عم بشتغل هلا عشوائي يعني ما بشتغل بالقياسات، بس بدي تستفيدوا او تنتبهوا لشو اللي انا بعمله وكيف بدي اوزع اضاءة في غرفة. طبعا رح ممكن اجيب لكم كمان مشروع وبرضه اشتغلكم عليه عشان تشوفوا كيف تعمل هون شباك، وهي بدي اعمل هون كمان واحد كوبي عنه، كوبي ما بدي انستانس، وبدي اخد كمان واحد هون اسحبه على هاي الجهة وحطه بالوسط ازيد حجمه، عفوا هي ملته كبير. تمام وخلينا نرجع نصغره، ما بدي اعمله كبير. تمام هلا بدي اروح افرغ هذول بولين ديد سبستراكت. هاي عملنا اول واحد، الثاني بولين هذا. تمام سبستراكت هيك انا بس يعمل اوتو سيف. خلي يعمل اوتو سيف. بدي انا اروح على الديسك توب اسكر هذا، بدي اروح هون اخذ هدول البلوكين عشان نحطهم في المشروع. بدي اروح كمان مكان ولو فلور، هون انا كنت حاط فلور. تمام هي نست عفوا البلوك. اوكي خلينا نرجع هون اخلص اوتو سيف. تمام هلا بدي اعمل له كمان ارضيه، هاي بلان ما بدي اعمل فيها كتير، بدي اعمل بس هون. وبعدين خلينا نلبس على ماتيريال، بدي البسها خامات لاني بتعطي الارضيه، نعطيها شو شي هاي الخامه اللي موجوده جرانيت، بدي البسها جرانيت الأرضية. هلا بدي اروح اعطيها كمان يوفي ماب، وبدي اقول له اعمل لي اياها هون 60. كيف تطلع؟ لا كتير صغيرة، 180 في 180 في 180. اعطيت الأرضية كأنها بلاط جرانيت. بدي امسك هاد وبدي اعطيها هاي جدار لون ابيض. تمام بدي احط بلان بوكس فوقيه عشان اعمله سقف، شو ما يكون ارتفاعه ما بتفرقش، خلينا نقول هاي 10. وهلا بدي ارفعه لفوق شوي، طبعا برضه بدي اعطيه لون كمان، اعطيه ماتيريال اعطيه هيك. تمام هاي بدي ارفعه لفوق، وانا بشتغل عشوائي يعني القياسات مهمة بس انا عشان افرجيكم الفكرة مش اكثر ولا اقل. هلا انا ممكن اجي ارفعه 500 عشان يصير على القد على القد، سكر عليها. اوكي هيك صارت انا عندي غرفة فيها شباكين ومشغول فيها. خلينا نخفي السقف عشان نقدر نحط في قلبها. هلا نركبها، عفوا نسيحه شوي، مش تأثير بس انا عشان ارتبه. تمام خلينا نحط بلوكات في قلبها، هاي اللوكات اللي نسختهم هون، هاي اول واحد بدي احمله احطه هون ميرج، انا حطيته على الفرونت. هلا متأكد، لحظة شوي اذا ما اجاش معي صح بدي احطه على التوب، ارجع الغي واحطه على التوب، بس بستنى عليه، هي بصبر عليه، عم بصبر عليه لغاية ما يبطل يلف، مش حديك بس لانه بعلق معه. ملاحظين هي نزل البلان. تمام ثبت عفوا اللي هو
البلوك نزل معي تمام. هلا شو باجي بعمل؟ بالزد عشان اروح عليه، مو على امر موف، بحركه وين بدي. خلينا نقول هون، طبعا الغرفة كتير كبيرة جاي، فعشان هيك البلوك جاي صغير عليها، بس معلش احنا بيهمنا الفكرة. خليني الفها باتجاه اللي بدي اياه، 90 90، لفيتها. خلينا نعتبر هادي هيك، نعتبر انه مجلس. بدي اخذ كمان واحدة منها كوبي. اوكي، عددهم ابعدهم شوي، احطهم هون. بدي اخذ كمان كوبي منهم. اوكي، الفهم. طبعا مهم كل شوي تعملوا سيف، اللي هو كنترول اس، لازم تسيفوا احسن لا يفصل معاكم المشروع. حطينا الكنب تبعنا، بس ملاحظين لانه حطيته على الفرونت اجى معكوس، انا هي ما انتبهت عليها لما بلشت اشتغل، فكرته نزل صح. خلينا مش مشكلة، بدناش نرد نعيد دخله مرة تانية عشان ما اخدش وقت. بحددهم، وشو باجي بعمل لهم؟ بعمل لهم ميرور. هيهم تمام، ميرور. برجع برفعهم يكونوا معي صح. هاي حطيتهم جوا المشروع تبعي. طبعا زي ما قلت لكم حجمهم صغير لانه الغرفة كتير كبيرة، انا اشتغلت بدون قياسات. هلا عندنا موضوع الشبابيك، خلينا بدنا ندخل ايش ثاني بندخل، بس لا خلينا نكتفي بهذا البلوك حاليا. هلا موضوع الشبابيك، كيف نعمل ويندوز زي ما سبق شرحت. عفوا، خلينا نروح على ويندوز ونكبس هون سلايدنج، لانه هذا الشباك له سلايدنج. فعل رقم 3 سنابنج، وباجي هون خلينا تشوفوا كمان، افعلكم تشوفوا كمان اللي هو موضوع تشوف كيف بركب الشباك حتى على البيرسبكتيف. هلا انا بدي اروح على التوب، اركب عن طريق التوب. باجي بكبس هيك، بحط هون وبسحب لهون وبكبس، بحاول بالنص عشان يجي معي صح. هاي اجى شباكي. طبعا هلا بكبس رقم 1 وبظبط قياساته، قلنا 5 ب5 ثيكنس، خلينا نقول 2. طبعا هو جاي شوي قياساته صغيرة، بس معلش نقول له هذا 5 كمان. طبعا هو جاي شباك، اذا منتبهين جاي بالعرض. كيف عملنا؟ نكبس رقم 1 يميل هج، هي صار بالطول. ممكن نجي نعمل فتحة فيه، نفتحه ونفتح فيه. هاي شباكي. طبعا بدي ابرزه شوي صغير عن الطرف. هلا من عرض الواجهة 50، بقول له خلينا نقول 55، ببرز معي. لا صار البرز كتير، يعني مبين انه طالع. بقول 52 يكفي. هلا بكل بساطة شو باجي بعمل؟ بطفي هادي. خلينا نتأكد. تمام. هلا باجي بعمل له ايش؟ بفعل 2.5، بمسك شباكي نفسه، وباجي انا احطه على الشباك الثاني، لانه الشبابيك قد بعض، عشان هيك انا عملت كوبي. اوكي، شو رايكم نعمل له انستانس قبل؟ مش كوبي، مرة ثانية بدي امسكه، بدي احطه. ليش انستانس؟ عشان لانه انا بدي البس واحد ماتيريال، رح افرجيكم كيف نلبسه ماتيريال. بحط هون بقول له انستنس، عشان لما البس واحد الكل يتاثر. هي ركب الشباك الثاني عنده، ما في مشكله. باخذ هلا الشباك هاد، بسحبه بشكل عشوائي وين ما كان، بروح بقول له كمان واحد من هون عشان الحفه تبين معي حفه الشباك، وبحطه هون. تمام، هي ركب الشباك التالي، بطفي هاي. طيب هيك صار عندي شبابيك راكبين الجدران، وهيك اذا بعمل ان هايد هلا رح يرجع للسقف. هي السقف موجود. طبعا خليني اخفي البوكسات دول، انه لما عملت كت اعمل ان هايد رح يرجع، فانا بعملهم ديليت. هاي الشباكي او المجلس تبعي، فقلب الشبابيك تبعتي. انا حوقف هذا الفيديو، حكمل بالفيديو التالي لانه انتهت ال 15 دقيقة. بالفيديو التاني حنكمل محل ما وقفت. يعطيكم العافية.